أسوان، حيث نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الخيرية بمحافظة أسوان، نظمت حملة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، وذلك بمشاركة المعمل الإقليمي للتبرع بالدم بمحافظة أسوان. وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من أعضاء المؤسسات الأهلية والطلاب الذين بادروا بالتبرع بالدم. تفاصيل أوفى مع دكتور أحمد محمدين وجمال صيام. في إطار دعم ومساندة مؤسسات المجتمع المدني بأسوان لأهالي غزة، نظمت اليوم بعض المبادرات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني بأسوان حملة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، وذلك أمام استاد أسوان الرياضي. بالنسبة لمؤسسة المجتمع المدني فهي بتساند القضية الفلسطينية وبتساند المجتمع الفلسطيني بالتبرع بنتيجة العدوان اللي حصل عندهم في القضية في المجتمع الفلسطيني. فالمجتمعات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع مؤسسات المجتمع الأهلي بتساعد القضية الفلسطينية بالتبرع بالدم أو بالوسائل الطبية أو بالأدوية. طبعا احنا النهاردة لما بنسمع ان في مشاركات وطنية، مشاركات لإخواننا في فلسطين، ده دور واجب ديني، واحنا طبعا تحت ظل رعاية السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأيضا تبع يعني وزارة الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. يعني الدولة كلها بتساعد وبتدعم إخواننا الأشقاء في فلسطين، فأقل شيء أن احنا يعني نساعدهم بدمائنا ونساعدهم يعني الدعم النفسي والدعم المالي. الحملة التي دعت إليها بعض المبادرات الخيرية والمؤسسات الأهلية بأسوان لاقت إقبالا كبيرا من طلاب الجامعة والمعاهد للتبرع بالدم تعبيرا عن مساندتهم لأشقائهم الفلسطينيين فيما يتعرضون له من عدوان غاشم من العدو الصهيوني في قطاع غزة. احنا النهاردة بنشارك أشقائنا، واقفين جنبهم يدا ليد عشان خاطر ايه يطلعوا من الأزمة اللي هم فيها، لأن دول أشقائنا وإخواتنا الفلسطينيين، فإحنا لازم نقف جنبهم. والحمد لله النهاردة الحملة عملت كويس، تبرع كويس جدا، وكان في تشجيع من كل الناس، كل الناس اتبرعت وكل الناس واقفة جنبها ومحدش اتأخر أبدا، لأن فلسطين محتاجة العون، مد يد العون إليها ولأهلها الكرام. في ظل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخروج أهالينا والمواطنين المصريين لدعم الأخوة الفلسطينيين في ظل الأزمة اللي بيمروا بيها، وفي ظل التداعيات من قصف غير إنساني بالمرة مما تعرض له أطفالنا في فلسطين وأخواتنا المواطنين في فلسطين فأقل شيء نقدمه لهؤلاء هو الدعاء والتبرع بالدم والتبرع بالمواد الغذائية. حيث أكد المشاركون في حملة التبرع بالدم أن ذلك يأتي انطلاقا من الواجب الديني والوطني تجاه أشقائهم الفلسطينيين الذين يعانون من نقص في المستلزمات الطبية وخدمات نقل الدم. أنا جاية هنا أأدي واجبي الوطني بالتبرع بالدم لأشقائنا العرب في فلسطين. احنا ضد اللي بيحصل لهم طبعا، نتمنى لهم النصر، فده اقل واجب وطني وانساني احنا نقدر نقدمه ان احنا نتبرع بالدم وندعو لهم بالنصر ان شاء الله. احب اشكرهم واقول ان انا فخوره ان انا اتبرعت ليهم يعني، وياريت يعني الازمات دي كلها والحروب والحاجات دي تخلص على خير يعني. ان القلوب تزرف دما وان العيون تزرف دمعا على ما يتعرض له اشقاؤنا الفلسطينيون في غزة من عدوان غاشم من العدو الصهيوني. وتأتي حملة التبرع بالدم التي دعت اليها مؤسسات المجتمع المدني بأسوان تأكيدا على أن الشعبين المصري والفلسطيني بمثابة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. من حملة التبرع بالدم بأسوان، جمال صيام، قناة طيبة.